سحر الحمد من لله الغربية. حضرتك. الحمد لله كله حلو الحمد لله. ممكن أكلم الشيخ مصطفى؟ طبعا. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، يا مرحبا. لو سمحت، أنا كنت من فترة كده حلمت إن أنا إحنا عامة بنبني في بيت عيلة يعني وكده، فحلمت إن أنا واقفة على سطح البيت ده وهو مبني والسطح مشرخ، وانا خايفه، انا معايا بنتين وخايفه عليهم والسطح مالوش طور وخايفه عليهم وعماله لمهم كده وخايفه عليهم. وبعدها بفتره حلمت بنفس الشقه بتاعتي دي، الترتيب بتاعها ان العمدان بتاعتها مشرخه. نعم. كل ده كان قبل الانفصال ولا قبل بعد إيه؟ الانفصال؟ حضرتك منفصله؟ لا انا مش منفصله. حضرتك انا سامعك بتقولي منفصله، معلش علي صوتك. سمعت. نعم. لا، انا سمعت كده فعلا. من فتره. من فتره. طيب في مشاكل مع الزوج؟ في مشاكل على طول، وفي مشاكل حصلت في البنا والكلام ده مع اهل الزوج كمان. نعم، لان الزوج هو الساتر ليكي، هو سورك تمام وعمدان البيت بتاعتك، فهي المشاكل اللي بينك وبينه. اسال الله تبارك وتعالى ان ييسر لك الامر. أمين. وإن شاء الله رب العالمين يجعل الله لك سندك اللي هو جوزك دوت، ويعيد إليك ويجعل بينكم دايما البيت عمار. أنا